انا هاي اتضح انها روزنه تحت القبر اللي طالع منه سرداب، وهي على الغرفه الكبيره هاي. وان هون مدفن ثاني بس مش مبين نشرات، المنطقه كلها زراعيه هون، كل مدافن تابع لمدفن هذاك النظامي، برضو بوابته نظامية. في فتحة في السقف ممكن تكون روزنة، هي روزنته سكرها. هاي هان غرفة، وهان مكان قبر، وهان مكان قبر، هون هاي قبر، قبرين ثلاث أربعة خمس قبور، مشغول شغل كله حتى هون. شكله زي الرمع أو سرداب، شكله سرداب. روح على غرفة تانية، في عنا هاي تجويف شكل، هايو كبال، هاي القبور قواس، هذه جاية غير قوس، هاي شكلها كاين مسكرة بتدل عليها اللي هون، والسرداب بدل عليه هذا اللي مقابله الجرون الكبير. يعني هاي كاين مسكرة فتحينها، شكلها زي الغرفة هي قبل لحاله، يختلف عن هدول كل اللي هون واللي هون كل نقواس. هذا السرداب مقابل الجرم هذا، وهي الغرفة مسكرة كأنها هي نفس الشكل، نفس شكل الغرفة، وهذا السرداب نفس الشكل تقريبا. بس نشوف إذا نقدر نطفو ونشوف شكل مستعملينها، محولينها لسكن او اشي، يعني حديثا يعني مربيين خيل فيها او اشي زي هيك. هي مدفن بس حولينها لخيل. يا عمو جاف هي هون مدفن، بس مش قد نقدر ندخل فيه زيك، ما بقدر انزل، ايش مجال بنزل سباحة على الفاضي. في عنا هون مدفن، هذا شكله السرداب اللي قلنا وين رايح، رايح على هاي، يعني هاي بس يعني هاي على فكرة السرداب اللي قلنا من الغرفة هديك اللي فيها محاولينها زي الخيل او اشي زي هيك، هذا راي عليها. انا هاي هاي اللي جاي هيك سرداب هذاك، وهي هذا، يعني هاي كاينة مسكرة، يعني غرفة كبيرة شوفوا كيف مسكرة، هاي 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 لي يعني كسرينها، هيها هذا من هون كسرينها، غرفة كبيرة حوالي 7 أو 8 متر في 5، يعني شوف قديش مكبر الغرفة بدون عمدان بالوسط. يعني الغريب المناطق هاي غرف كبيرة كثير مساحات بدون عمدان في الوسط، يعني هيك أحيانا بتقع السقفيات. هذا هو السرداب، كبروا شوي، هاي راي على اليمين اللي هو هذاك اللي احنا قلنا عليه، هاي الورشة اللي هو من هون
صرنا نشوف اذا بناخده. هاي القاطع تاعه، نطلع على القطع الثاني. هاي القطع، هاي السداب، هاي وصل لهون اللي هو عند القبر اللي هو هيو، اللي هو هاي السداب. بس شكله مطمور، بس هو بروح هيك يعني خلف القبر هاف رايح السرداب باتجاه هناك. مشغول شغل هاي من جوا بشكل قوسي، يعني ما بروح زحف عادي او تطويل، بس مش مبين المطمور. يعني حلوة كيف الفكرة، من مدفن لمدفن الى غرفة. هيو هذا المدفن، سرداب هيك رايح، هي طالع من هون. يعني حلو، حلو جدا كمخبأ. يعني طلع المدفن كيف بودي على غرفة، هاي داخل من هون بودي على غرفة. شوف مقبرها، شوف على نفس الصفة جنبها تقريبا، مش داخل الجبل مثلا. هي عشان شغلات غريبة يعني جديدة، عشان هيك حبيت اصور لكم اياها. يعطيكم العافية.